بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجدد لقائنا معكم مع برنامجنا صفحة جديدة، وصفحة اليوم نتكلم فيها عن الموضوعية. إيش هذا المصطلح؟ إيش يعني موضوعية؟ ببساطة خلينا نفترض أنه في أمامي أنا ميزان وأنا بدي زين فيه، فإذا تركت الميزان أنا بحاله بحريته، ووضعت أنا هذا الثقل اللي أردت أني أزينه والشيء اللي بدي أنا أزينه، فراح يعطيني الميزان الوزن الدقيق فعليا إذا تركته لوحده. لكني إذا تدخلت أنا فيه ووضعت إيدي على الميزان أو أثرت عليه بطريقة ما، فوقت الميزان أكيد ما بيعطيني الشيء الدقيق. بكل بساطة الحالة الأولى أنه أترك الميزان بحريته هي الموضوعية. كيف ممكن يكون هذا الأمر؟ الفكرة هي أنه كيف منهج تفكيرنا وتعاملنا مع الأمور وحكمنا عليها. إذا كنت أنا أحكم على الأمور من خلال رأيي وقناعاتي أنا، إذا بحكم على الأمور كيف أنا بشوف هذه الأمور وبعتبر اللي أنا بشوفه هو الصح، إذن أنا بعيد عن الموضوعية. تخيلوا أنتوا أن يكون كل واحد فينا بيحكم الأمور بناء على رأيه. إحنا مختلفين وصعب نجد مجموعة من الناس يتفقوا على رأي واحد، كل مسألة فيها آراء متعددة. تخيلوا لو أنه كل واحد بيعتبر رأيه هو المقياس، هو المعيار للصح، بالنتيجة بده يحكم على الأمور بهاي الطريقة، وكل واحد بده يحكم بنفس الأسلوب، وإحنا مختلفين وكل واحد له رأيه وله قناعاته وله توجهه. هل هذا اسمه رأي؟ لكن نعمله معيار قضية ثانية، نقيس عليه الأمور ونقيس عليه الناس والآخرين قضية أخرى. إذا كل الناس عملت نفس هذا الشيء راح نكون أمام مشكلة كبيرة، أحكام ظالمة خاطئة فوضى عشوائية. تخيلوا لو الحياة بهذه الطريقة وكل واحد هو يقيس الأمور ومقياسه يعتبر مقاييس متعددة بلا حد ولا حصر، ما أرى أنا جيد الآخر راح يشوفه سيء، ما رأى جميل الآخر راح يرى قبيح. شو الصح؟ الجميل ولا القبيح؟ أنا متمسك أنه رأيي هو الجميل والآخر متمسك أنه رأيه هو القبيح، أكيد لا يحكم الأمور بهذه الطريقة. أكيد لو منفكر كلنا بهذه الطريقة، لو منفكر أنه هيك راح نحكم على الأمور، مشكلة. يا ترى خلينا نرجع لأنفسنا، الكلام اللي نتكلمه مو مقبول منطقيا انه حدا يتبناه، لكن حقيقة احنا بنتبناه ولا لا؟ احنا موضوعيين ولا لا؟ خلينا نرجع لانفسنا بصراحة بهدوء بواقع. حصل معنا انه نكون راكب سيارتي ماشي في الطريق، شفت امامي واحد ابطأ مني، انا بدي اتجاوزه بسرعة لكن هو امامي سكر علي الطريق أو منعني بإني أتجاوزه لأنه أبطأ مني، فمنتذمر ولا شو هذا الرجل بطيء بليد، نصير نحكم عليه. بعد شوي تمر بحدنا سيارة أسرع منا مسرعة بتتعدانا، يا هذا الشخص شو متهور. طيب مين اللي قال إنه أنا معيار السرعة بسير على الطريق؟ مين قال انه انا المعيار من اللي ابطأ مني هو البطيء والاسرع مني هو المتهور؟ انا النموذج والمقياس، يحصل معنا هذا الموضوع ولا لا؟ طيب ليش مو اللي مر اسرع مني هو المقياس؟ ما هو راح يتكلم بنفس طريقتي، راح نفس الشيء يتكلم عني انه انا بطيء وبليد، وراح اذا شاف واحد بعده يتجاوز يقول عنه متهور. كل واحد فينا عم يعمل حاله هو المعيار، من دون ما نشعر نتعامل اننا احنا المعيار والمقياس. إذا شفت واحد أقل جرأة مني بقول عنه جبان، وإذا شفته أكثر جرأة مني بقول عنه متهور. نفس الشيء عملت حالي المعيار بنفس الطريقة. إذا واحد بينفق أكثر مني فبقول عنه مسرف، وإذا بينفق أقل مني هذا بخيل، بدون ما أشعر بطريقة عفوية عم بعتبر نفسي المعيار والمقياس ونتعامل هيك.
على هذا الأساس؟ يا ترى مو كثر منا بنفس الطريقة عم يتعامل؟ إذن هل نحن موضوعيين؟ كم نيجي نحكم على الأمور؟ والله على مستوى الطعام بدنا نأكله هذا الطعام، هذا الطعام مو لذيذ، مو طيب، مو اسمه مو طيب، اسمه أنا ما بحبه، اسمه بالنسبة إلي مو طيب، بس إحنا بنحكم عليه، نحكم على الآخرين. كيف تأكله أنت؟ أكل غير لذيذ، اللذيذ برأيك، برؤيتك أنت، أنت مو المعيار، عند الآخر هو لذيذ. هذا اللون مو حلو، هذا اللون أنا ما بحبه ومو حلو، في آخر هذا اللون بالنسبة له جميل. حتى بالأمور الالتزام والأمور الدينية، اللي بيشوفه أقل مني التزاما بيعتبره غير ملتزم. إذا واحد أكثر مني تمسكا والتزاما بسميه متعصب متشدد، وكل واحد بيحكم على الآخرين بنفس الطريقة. هذا أمر خفي موجود في أفكارنا وموجود بقناعاتنا وداخل لقيمنا من دون ما نشعر. علينا نكون واقعيين وصريحين مع أنفسنا وننظر إلى ذاتنا. يا ترى أنا لست المقياس، أنا لست المعيار، أنا مو النموذج الأمثل، أنا بدي أبحث وين هو الحق بمعيار حيادي موضوعي، بمعيار تتفق عليه الناس أو بمعيار رب العالمين، لكن مو برأيي أنا. إذن إحنا لابد ندرب أنفسنا ونعود لساننا إنه يتكلم بموضوعية، وقتها راح نكون أقرب للحق، أقرب لأنه نكون قريبين من بعض. أسأل الله عز وجل لي ولكم السداد في القول وفي العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.